السلامة الصدر، فلئن كانت السلامة هي السعادة التي وعد الله بها أهل الجنة في الجنة، ومن سعى إليها عاش السعادة في الدنيا. تطبيقاً وامتثالاً ومعاينة على أرض الواقع تحقيق قول الله عز وجل: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو لنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة لا تكون إلا بسلامة الصدور، وبقدر سلامة صدر الإنسان يتلذذ بالحياة، وبقدر سلامة صدر الإنسان يستمتع بحياته وعمره، وبقدر سلامة صدره يكون قربه من ربه سبحانه وتعالى. وإذا اقترب القلب من الرب فحدث عن بعد ذلك عن السعادة.